على أنغام الموسيقى بدأ كبار السن يومهم هذا الصباح، فبين الأغاني والورود كانت فرحتهم الغامرة بمبادرة فردية باسم هم بركتنا. الهدف إنه نشعرهم جو العيلة وإنه إحنا متواجدين معكم، إحنا أبنائكم، لأنه الأمهات والأباء في مركز الوفاة لرعاية المسنين ليس لديهم، الأغلب ليس لديه معيل ولا أبناء ولا بنات، فإحنا هم اللي بيحتاجوا اللي هو جو الأسرة جو العيلة. وبعيدا عن الأغاني وفرحتها، هناك من أجبرهم المرض على البقاء في غرفهم، ولكنهم يشعرون ويقدرون كل من يزورهم. ما تستطيع أن تشهدوا، لأن الغرض هو إسعادنا والترفيه عنا ودعمنا ورفع معنوياتنا، فأي شيء تقدموه يجب أن يسعدنا، وهناك يسعد المسنين كلهم، وهناك أيضا مسنين خارج مركز الوفاء يحتاجون إلى عطف ورعاية أمثالكم حتى توفر لهم حياة كريمة. والله مبسوطة كثير بوجودكم ووجود اللي بزورونا كلهم. الحقيقة إنهم بيجوا يسألوا علينا، رايحين جايين ناس كثير بيجوا من برا. وبيجوا كثير بيجوا هيا ضيوف كثير بيجوا علينا. فدار الوفاء للمسنين هي الوحيدة التي تهتم بكبار السن في قطاع غزة. قلوبهم التي تنبض للحياة حبا هي ذاتها التي تخبر الجميع بأنها بحاجة لهم في كل يوم جديد. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.